بيانات مقلقة دون توقف عن ضعف الطلب على السفر الجوي وتباطؤ حركة الطيران عالمياً، فكيف أثرت حرب غزة على هذا القطاع الحيوي؟ شركة فورورد كيز لتحليل السفر قالت في تقرير لها إن الحرب على غزة لم تؤثر سلباً على الرحلات الجوية من وإلى الشرق الأوسط فحسب، بل تسبب أيضاً في تباطؤ صناعة الطيران عالمياً. وبحسب التقرير، انخفضت حجوزات الطيران الدولية حول العالم بنسبة 26% خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس في 7 أكتوبر، مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية في المنطقة بنسبة 9% في الفترة نفسها. ووفقاً لفورورد كيز، كانت الحجوزات قبل يوم واحد من هجوم 7 أكتوبر أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى إلى 95% من مستوياته في عام 2019، ولكن اعتباراً من أواخر أكتوبر انخفضت التوقعات إلى 88%.